التر اراوند. دابا باش نمشي للطبيعه راح نمشي فوسط الطبيعه. ها هي بين وي 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 لا دي مزيانه تدخل فوسط الشجر فوسط الطبيعه. لا نمشيو حتى للعاصفه ونصوروا شي تصويره مزيونه. فايدري معكم نزار جينا في فيديو جديد اليوم عندنا فورزا هوريزون 5 كما العادات كل ما كتخرج شي لعبه جديده غتلقاوها عندي هنايا في الشان. واذا لقيت الوقت باش نلعب لك اكثر غتلقاو اللايف ديالها في تويتش. دونك دابا عندي جو غنكتشفو. دونك اكتشفتو لعبت واحد جوج ديال الراوندات خفاف طراف في البدايه كيعطيك واحد الانترو كتلعب بها واحد ثلاثه الطوموبيلات كتسيبهم واحد الطياره كتلعب بهم. بعد كتكري بيرسوناج ديالك كتسميه. لقيت السميه ديالي تماك نزار لقيتها في وسط اللعبه. دونك لقيت السميه ديالي كريت واحد بيرسوناج ديالي خفيف ظريف سميتو اخترت الطوموبيله اللي بقى نتحرك فيها في العالم كامل ولا في العالم ديال هذه اللعبه اللي هي فورد برونكو اللي غنشوفوها دابا شويش. مي كدوز ديك ثلاثه الراوندات الاولى كيعطيوك المنيو ديالك كتشوف الاوبغريدز اذا بغيتي الطوموبيلات تشوف الكارز اللي عندك انت. مثلا هادو الكارز اللي عندي انا باقي ان شاء الله لعبت شي ساعه د المكانه فهمتي. دونك كيعطيوني اربعه ديال الكارز في الاول كيعطيوك ثلاثه وكتدوز الراوند الاولى كيعطيوك هذه الثانيه اللي فورد هونيغن ولا هونيغن فورد اسكورت. بعد انا اخترت نتسارى بالبرونكو يعني اخر ما كاين في الطوموبيلات ديال كات كات. هنا كار كوليكشن بعد شنو كاينه تقدر تشري وتبيع الطوموبيلات شنو كاين اخر على الفيستيفال ديالك. بعد كتخرج هنا مثلا كتشوف العالم اللي انت لا فيه وكدوز لي ميسيون. دونك في الاول كتعطيوك ثلاثه ديال الراوندز ديال اللعب باش كتلاقي يدك كيفاش تلعب وابخي كتعطيوك الخريطه الكبيره اللي غنشوفوها. دونك هادي الوورد ماب. دونك الوورد ماب هي هادي وكيقول لي انني مثلا راه جاوني دي دوموند انني نعمل شي ميسيونات. دونك الميسيونات اللي عندي عندي هادي واحد اختنا بغات تتصور وهذا شي واحد بغا يتسابق. المهم هادي فيها الطوموبيله كلاسيك. المهم الدوله اللي فيها حنايا وهي مكسيكو باش تعرفوها. هذا قريب دوك غنمشيو لهذا مول التصويرات. وقالت لك هي خصها شي واحد عنده كات كات باش يبقى يصور لها اجواء ويصور القضيه كيفاش عامله وداكشي اللي غنعملو حنا. ليتس جو. نتوما بحال دائما فرعونا اللايكس فرعونا البارتاج. شنو هذه الطريقه ندوزو حنا من هنا غنمشيوش من الطريق حنا نمشيو. عندنا الفورد برونكو اخر ما كاين في الكات كات. غندخلو نيشان هنا ما كاينش لا اصلا محمقين راسنا في كات كات. هاتي فوت فوت بلاص تي حنا دورنا حنا دورنا نرجعو بحالنا نعملو الفلاند ليد. ستارت ليتس جو نشوفو الميسيون ديال دابا. خدنا قلت لك خصها شي درايفر هي خصها تدخل في وسط العاصفه وتصور العاصفه وانا نسوق بها. دونك كنظن هادي غتكون ميسيون سامبل سهله. ها هي ختنا ليتس جو. اوه عطاتني الروبيكون جيب صافي ماشي مشكل ليتس جو. طوموبيله جديده واخا جبت البرونكو ديالي هي باغا تجيب باغا تصور او تهدي جيب جيب جديده. اوكي ليتس جو. قالت لي خصك تضرب واحد التصويره واعره في وسط ستورم. دوك هاد المره غنمشيو نستورم من الطريق حيت دابا كاين العاصفه فينا اللي يتزرف. ايا ليتس جو. وبعد ما راسك يكون تشيك بوينت فهمت. بعد ما راسك يكون تشيك بوينت عليها خصني اوف اما تيكون تشيك بوينت خصني نرد البال. لا نمشيو حتى للعاصفه ونصوروا شي تصويره مزيونه. فكرني هاد اللعبه في ديك اللعبه ديال الثلج ديك الكاميونات اللي كنا لعبنا هاد العام تنسات لي اسمها صراحه. هيا بينا اللعبه اللي كتلعب بالكات كات والكاميونات. هيا ليتس جو. صراحه الجرافيزم لا ما نقولكم لاعبين دابا بالالترا وكاينه تا مود واحد اخر اللي هو الاكستريم بالنسبه للجرافيزم. لاعب بالالترا ترانكيل 70 اف بي اس 80 اف بي اس سون بروبليم. مي كنعمل الهاي كنضل نلعب في 140 اف بي اس مخيره كاع يعني اللعبه اوبتيميزيا مزيان ما تحتاجش شي جرافيزم بزاف. فيرسو اللي لعب دابا انا كراكيد ماشي الفيرسون مشريه اللي فيها الاونلاين وكذا
دونك الدراري اللي عايشين اللعبه راه يقدروا يلعبوا اونلاين. انا ما عنديش الوقت باش نلعب بزاف دونك صافي قلت لك جبت فوتو مود، جبت فوتو مود وصور لي الكار ديالك مع الايفنت. انا نعملوا مثلا هيدا ولا نشوفوا مغبره وكذا، لكن عملت الضو ابيض. نو صافي ما عرفتش با سنزولوا نزولوا الضرب الضو ابيض. خرجونا من فوتو مود. ها خصني زولت بلاتي رجع لوري ستكون شي فوتو، فهمتي شي فوتو جميلة جدا. فوتو مود ناض يا بيرفيكسيونيا فهمتي، حيت قبلتي كان الضو ديال البرشارين وشعول. ودابا اجي نشوفو دابا شنو نقدرو نعملو شي تصويرة مزيان. دابا وقعد لك خد لي التصويرة ديال ستاتو، غنحاولو ناخدو الكار مع ستاتو في نفس الوقت، شي تصويرة سينيماتيك رائعة. ها هيدا مزيان هيدا، اوه هيدا رائعة. هز بحال اللي فهمتي داخل في وسط الاكشن. نضربو تصويرة تيك فوتو صافي. قالت لي خد تصويرة في وسط تشالنج كونتينوي ليتس جو. ما عرفتي واش تسوفغاردات ولا ما تسوفغاردات. ساعة نشوفو شابتر كومبليت. دوك شابتر هذا ساهل وبزاف الدراري غتلقاوهم ضربو تصويرات مزيونين في وسط اللعبة. داك كانوا التصاور صدقوا راه تلقاوهم في الباج ديالي ولا في انستغرام، باج فيسبوك ولا انستغرام، جوج مروكو جيمر. ليتس جو. بيان سور اللي بغى شي هاردوير ديال البي سي مروكو جيمر ستور بوين ا. هيا بينا. دابا راه كاينه كونفيغات واعرين ديال رايزن بالنسبه للدراري اللي بغاو يلونسيو هذا الجو في الجرافيزم الواعر. بغيتو 2K، بغيتي 4K، بغيتي فول اتش دي. ليتس جو اريفيت تو ديستنيشن. دابا لعبوا سولو اوف كورس حيت لعب اوف لاين. تري لابس دوكا لعبت تري لانس، خصني نلعب تري لابس مع انها ايكون سباق. ناخذ سياره واحده اخرى اللي غتكون تويوتا سوبرا. اتس سوبرا اسم كيعرف ديك الميم، اللي كيعرف ديك الميم يكتب لي انت هيت. اوي اوي على السوبرا كيفاش عامله. ريس ليتس جو. ما نضيعوش الوقت بزاف. تقدر تعمل تونين بيان سور ديال السياره اذا كانت عندك سياره ديالك. تونين من بعد نشوفوه في شي حلقه اخرى. دابا فقط غنطلقو يدنا في اللعب. ليتس جو. ايزي بيزي ايزي بيزي. مو في الاول دغيا تفوتهم، ولكن في الفيراجات اللي كيقدروا يلحقوا عليك. هذا حنا نحاولوا نسيطروا على الفيراجات. الكاميرات بيان سور كاينه بزاف انواع الكاميرا، كاين هذه لعبوا بها واحد شويه. بيان سور تشيك بوينت كاملين تدوزهم في حتى شي تشيك بوينت. كاينه هذه الكاميرا هذه ديال الهود. نايس نايس نايس. هنا عندي واحد الفران حسين فراني. اوف ضيعت شويه. الله شنو هادشي. ريواند ريواند. نرجعو هنايا. ريزيم فروم هير. يس عرفتي علاش خربقت هادشي. صراحه السوغان صعيب بالهود. نرجعو السوغان اللي كيعجبنا، السوغان نيشان. ليتس جو. هادي نورمالمون ما غلطوش فيها. التحكم في هاد السياره شويه صعيب. كتنقص السرعه في الفيراجات، كتهرب بالحرام. تنقص السرعه في الفيراجات هو وحده وما عاد مسجل عند واقيلا في الاول كيكونوا السباقات شويه سهلين. وكل ما افونسيتي في الجو شو كتهرب كتهرب السياره كتهرب. واقيلا الروايد اللي شارينا ماشي تنتمنى على ما اظن. وما حدهم باقي ما لحقوش عليا اصحاب الحال ماشي مشكل. قال بدا هاد السياره خصها شويه ديال التونين. بدا عند السرعه مزيانه ولكن شكا تعمل الزليق. ها هي هربات مسكينه واحد شويه ماشي مشكل. ها ها هي هي نايس ليتس جو. سياره صراحه سرعوا الجو سرعوا بالنسبه للجرافيزم. جرافيزم اوبتيميزي في نفس الوقت، يعني كاينه بزاف ديال لي جو اللي كتلقى جرافيزم واعر من بعد تلقى الجو ما اوبتيميزيش مزيان، كيبقى اف بي اس طايح كذا. دابا لا، دابا كنريكوردي في الالترا ما بين 60 حتى 80 اف بي اس على حسب البلاصه اللي لعب فيها. بيان سور اذا كنتي شاري الاونلاين غيكون الاف بي اس اخر، حيت كتكون بنادم لاعب معاك، يكون بنادم حداك ماشي مجي. يعني الاف بي اس كيتاثر شويه. وسمعت انه كاينه شويه البوكس فيها في الاول في الاونلاين، مع الوقت تعدل. كاين بوتونسيال ديال هذا الجو راه واعر، حيت قال لك
النهار الاول تكونكطاو مليون واحد باش يلعبوا هذا الجو. عاد مع الاكس بوكس ما عندهاش اكسكلوزيفيتيز بزاف، دونك مي خرج هذا الجو راه اصحاب الاكس بوكس كاملين يشراوه، وعاد عندك اصحاب البي سي دونك صافا. دونك جوج بوبليك اللي كبار، حنا هذا الراوند دابا نساليوه نورمالمون. جميل هذا الفيراج دائما كيخرج عليه. ما نعملش الريوايند، بقاو هايدك صافي، ما كاين حتى شي واحد. نحاول نوعكم شويه ديال فوتو مود، شويه السباقات، شويه ديال السباق في الطريق، شويه السباق في الطبيعه، وبدلوا الاماكن شوفوا اللي كاين. فراني هوي 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 هوي، وارا عند الفيراجات خطنا لي. لا ترجع داخل في الحيطه، يرجع اجينا داخل في الحيط. اللهم نرجعوا ديو تشيك بوينت ديالنا. لا صافي خليتهم الله وري مساكن. فينيش لاين بيرفكت، ليتس جو. فينيش فرس ايزي بيزي. شباب دينا واحد الطوموبيله جديده اللي هي فورد برونكو، نوريوها لكم تشوفوها كيفاش عاملها عن بعد، تشوفوا التصويرات عن بعد وكذا. هي الفورد برونكو ديالنا كامله 4 4 كامله مفرقعه. وشني خصنا نعملو ب 4 4؟ خصنا نمشيو الحرب العالميه الاولى في الطبيعه. ليتس جو. اختروا شي اكولاد مزيان في وسط الطبيعه اللي هو هذا بيان سور. نمشيو لهاد البلاص هادي. تيرن اراوند دابا باش نمشي للطبيعه، راح نمشي في وسط الطبيعه. ها هي بين. وي 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 هادي مزيانه، دخل في وسط الشجر، في وسط الطبيعه، في وسط البحر. نعقل على شي واحد ما خصنيش ندخل غير في الاشجار الكبار. لا ما ندخلش في الديور. لا 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 هذه سياره خارقه هذه. لا لا بالدرع فلتو مسكين، كتكون السرعه كبيره. نضرب هنا واحد الدوره هنا خفيفه. وي هوي وي هوي ولا دريفتات في وسط الربيع. دريفتات في وسط الربيع. دابا واقيلا وصلت صافي، وصلت. دابا نعمل واحد الايفنت ديال الكونتري ديال الطبيعه وداك الشيء، ونحاولوا نجيو الاولى ونساليو هذا الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ظريف، وانتظروا لنا فيديو ثاني اوف كورس، او لا يقدر يكون لايف. ناخذوا البرونكو ديالنا اللي هي خاصه بالطبيعه، خاصه بالاكشن في وسط الطبيعه، وحنا كنشوفوها كيفاش عامله. وي وي بصراحه مسروعه مسروعه مسروعه. كاين هذه في المدينه بتلقى فيه تنزل هذه. شوف الروايد اصاحبي، عندها اربعه الروايد وجوج روايد في الباك اب. شوف هذه الميني، ميني رجعوها كات كات. اها سير شنو هادي؟ ستارت ايفنت، دونك عند دابز مع الميني. ميني كلوب كروس مان، ياك كروس كونتري، كلوب كروس كونتري. او ليتس جو نسيت راسي. دونك دابز ضد ميني، ضد بورش. دونك قشعت جوج بورشات، جوج مينيات. شكون هادو اللي في المرتبة الأولى؟ شكون هادو اللي في المرتبة الأولى؟ أنا غنحاول نكتشفهم. نفس السيارة. باقي خصني نقرب أكثر باش نعرف شكون هاد المساخيط اللي الوالا. من الفوق منكم، من الفوق منكم. أوب. صراحة وقيلة تويوتا إذا ما كذبتش. سي تويوتا وقيلة إذا ما كذبتش. هيا ليتس جو. من بعد نعرفوا إذا فورد فورد صافي. فورد هذا. فورد ليتس جو. جيت قدامه غير باش نشوف شمن ماركة. فورد اف 150 هذي كنظن. موديفي شي شويش. اف 150 هو التراك الأكثر مبيعا في الميريكان. هيا بينا ملي كان فيها الطبيعة، فيها الدنيا خاوية. بنادم كيشري شي مزرعة فهمتيني، كيشري شي مزرعة وكيعيش الحياة. قال له ليتس جو. ملي كتشري مزرعة خصك شي تراك باش تهز فيها السلعة ديالك، تهز الماتريال. تيك بوينت واحد آخر. هيا دونك صافا. هذا ماشي شي تراك اللي هو طويل بزاف، تدخل في وسط الطبيعة شويش. الصعوبة هاد التراكس هما التشيك بوينتس، خصك تجيبهم كاملين. ولي كاميرا بيان سور كاينة هادي سماوي الله يداويه، هادي ما كتشوفش فيها تنزل. عندنا هادي الهود حتى هي لا بأس بها. هيا باقي ما لحقني حتى شي واحد بلا ما نعمل ريوايند. تقدر تعمل ريوايند إذا حصلتي، مثلا حصلتي ودخلتي في شي حيط تقدر ترجع للور وتحل المشكل اللي عملتي. جو 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 جو. حنا لين نوصلو
صافا الجرافيزم خيالي كما كتشوفوا لاعبين بالالترا. دابا كان ريكوردي 60 اف بي اس تقريبا. تقدر تلعب بالهاي 140 اف بي اس. قبيلة شفت لعبته بالهاي 140 اف بي اس، يعني على حسب الكونفيك ديال الكونفيديالي راه كتعرفوها نتوما كاملين. اي 7 8700 كا و اوفر كلوكي، وشنو اخر، والجي تي اكس 1080 مع شوقات الجماهير. اوب 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 صراحه دوزت لي بزاف. شي دابا شحال، شي 3 سنين دابا وهي عندي. الله دابا نحتاجو الريواند. كثرت من الهضره بزاف، انا نحتاجو الريواند باش عنفراني هنا وندور معوض حيت الغايس وكدا الطوموبيل راه كتهرب اليمين كتهرب الشمال. على هذه كتعجبني هذه، شوف باق كتطلع في السماء وكتنزل. كنظن تقدر تصعب اللعبه اكثر اذا بغيتي في المنيو. انا كيعجبني نلعب لعبه سهله مهله، كنتمتع بالسباقات كنتمتع بالطبيعه صافي. هذه هي حلاوتها. ولكن اذا شريتي اللعبه دوك كتلعب سباق السيارات بزاف ولا عندك ديك الضمان ديال السوغان، شري اللعبه صراحه، شريها ولعب اونلاين تمتع طوبي لي في الطبيعه، حيت كتلعب مع بنادم، كتلعب ضد بنادم، كتسمع السكور ديالك ضد بنادم، كتفاسك واش انت واعر في السوغان ولا لا. وهاد اللعبه هادي بيان سور تحرك المبيعات ديال الاكس بوكس سيريس اكس، حيت هادي اكسكلو ديال سيريس اكس والبي سي. سالينا دونك بيرفكت. شفنا بعد التنويعات، شفنا بعد السيارات المنوعه، وريتكم الكوليكشن ديالي. نشوف الكوليكشن ديالي شحال دابا رجعت، حيت كل ما كتربح كل ما كيعطيوك سيارات جداد، لعيبات جداد كيتهلاو فيك مره مره. دونك نزار في المرتبه الاولى، شيء عادي جدا. كما قلت لكم فورد، هذه ماشي اف 150، هذه الرانجر، فورد رانجر. اوكي نوت باد. دونك صافي، احنا عطاونا سياره جديده فورد فوكس ار اس 2017. مزيان، حتى هي سياره واعره في السباقات، كتجبر الكورنرز مزيان، كتلصق في الارض. هذا دابا كان يعني دوك هنا نشوفوا الكارز اللي عندي. سوبرا، عندي جوج ديال السوبراس، كل وحده كتكون موديفي في شكل، يعني خصك تشوف كاينه اللي مختصه بالسباقات، كاينه اللي شوف هاد التايكن بغيت غير نشوفها كيفاش عامله. جيت ان ذا كار، كاينه بعد بعد شنو سميتو، بعد السيارات كيكونوا مختصين بالسباق، وبعد السيارات كيكونوا مختصين. اوي هوي 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 كيفاش عامله التايكن اس. هذه راه الكتريك، هذه الكتريك، يعني كتكليكي مشيتي، كتكليكي مشيتي. او جميل الدخلاني ديالي كيفاش عامل. هانتينا الدخلاني، كتشوف كيفاش عامل الدخلاني. صافا دونك تبدا كون عجبكم فيديو حلقه الاولى، بغيتو حلقه ثانيه اكتبوا لي تحت في الكومنت. ميبي يكون لايف تويتش، ميبي تكون حلقه ثانيه هنا، اي دونت نو. يلا تهلاو بيس، ودعمونا في حال دائما بلايك سبسكرايب كومنت، لعيبات عاونوا في الالغوريثم ديال يوتيوب، وهادشي اللي كاين. بيس.